لا تماما، هو توصيف صحيح. ممكن نضيف له بس كمان هم أداة سياسية اليوم بصراع عم يحصل بين بيلاروسيا ومن خلفها روسيا من جهة، وبين الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية. يتم فيها استخدام اللاجئين كأداة ضغط بغض النظر او مع بالتغاضي ايضا عن الوضع او الكارثه الانسانيه الموجوده حاليا اليوم على الحدود البيلاروسيه البولنديه. فهدول الاشخاص تم حشدهم في المناطق الحدوديه دون ادنى مقومات للحياه، بدرجه حراره منخفضه جدا اليوم، فقط كاداه ضغط من كما ذكرنا من الجانب البيلاروسي على الاتحاد الاوروبي لتحقيق عده مكاسب، منها رفع العقوبات، ومنها ملفات ايضا تطالب فيها روسيا مثل الخلافات حول خط الغاز نورد ستريم 2 اللي بينقل الغاز من روسيا إلى غرب أوروبا، منها الملف الأوكراني وعدة ملفات أخرى عالقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. إذا ملفات يعني أكبر من مأساة اللاجئين اللي عم تصير، لكن عم يتم استغلال اللاجئين كورقة ضغط مثل ما تعودنا خلال العشر سنوات الماضية، ويمكن في حروب سابقة كمان استخدم، إذا فينا نقول إنه حروب استخدم اللاجئين. لكن خلينا فورا ننتقل لأوضاع اللاجئين المأساوية على الحدود. يعني عم توصل فيديوهات، عم توصل صور، بلشت المنظمات تدخل ولو بشكل خجول. شو آخر التطورات وخاصة بعد وفاة عدد من اللاجئين على هي الحدود؟ صحيح، مثل ما ذكرنا المشكلة الأبرز اليوم هي تدني درجات الحرارة في مناطق شرق أوروبا بشكل عام. في خلال يعني الشتاء يبدأ مبكرا في هذه المناطق مع تدني درجات الحرارة، وهو يعني الأشخاص القادمين من دول الشرق الأوسط غير معتادين على درجة الحرارة هذه. فليلا عم توصل يعني بتنخفض درجة الحرارة إلا ما دون الصفر، مع ومعظم الأشخاص اللي موجودين ليس لديهم الملابس المناسبة للتواجد في هذه المناطق. أيضا مشكلة منظمات حقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني اليوم، أن بولندا فرضت حالة الطوارئ منذ أكثر من شهرين ونصف تقريبا بعمق 3 كيلومتر داخل الحدود البولندية، ومنعت دخول منظمات المجتمع المدني وأيضا الصحافة للأسف إلى المنطقة لتغطية ما يحدث. لذلك نحن نفتقر إلى معلومات من مصادر مستقلة، نحن نعتمد فقط على المصادر عن المعلومات الصادرة عن المصادر الحكومية، والتي قالت بدورها أيضا أنها جهزت في أكثر من مرة قوافل المساعدات. طبعا نحن نتحدث عن الجانب البولندي حاليا، جهزت أكثر من قافلة مساعدات لإيصالها للاجئين، لكن الجانب البيلاروسي رفض للأسف السماح بدخول هذه القوافل وإيصالها إلى المهاجرين الموجودين على الحدود. المشكلة الثالثة هي الطرقات التي يتم استخدامها في محاولة عبور الحدود، هي مناطق غابات مليئة بالمستنقعات مع درجة الحرارة، يعني مستنقعات ودرجة منخفضة هو السبب الأبرز عم يكون لحالات الوفاة للأسف اللي عم تحصل في هذه المناطق، مع صعوبة الوصول وإنقاذ هؤلاء الأشخاص. يعني أحيانا بتوصل رسائل أو نداءات استغاثة من هذه المناطق، لكن هي مناطق تفتقر إلى الطرق، الوصول إليها بيكون صعب جدا. مع الأسف أحيانا عم توصل المساعدة بوقت متأخر، وهو اللي عم يسبب للأسف بدخول بعض الحالات إلى المستشفيات، أو بسبب حالات أو عم تتسبب أيضا بحالات وفاة. وهي الحالة الأخيرة اللي تم تسجيلها أيضا بسبب انخفاض درجة الحرارة وصعوبة الوصول في الوقت المناسب. طب يعني وسيم، امبارح كان، ومثل ما قلت حضرتك نحن عم ناخذ الأخبار من وكالات الأنباء الرسمية، امبارح الوكالات البيلاروسية قالت إنه نشطاء حقوق إنسان وصلوا على قافلة الأمل وبلشوا يجمعوا توقيع للناس اللي عندهم أقارب بالاتحاد الأوروبي، وهذا اللي شكل أمل لدى هدول اللاجئين إنه ممكن أوروبا تبدأ تستقبلهم. ما مدى صحة هذا الكلام، وهل فعلا ألمانيا بإحدى الولايات حتبدأ تستقبل هدول اللاجئين؟ هل في تصريح رسمي عن هذا الموضوع؟ يوم أمس المتحدث باسم وزارة الخدمات الخاصة صرح أنه جميع المعلومات التي يتم تداولها هي معلومات غير صحيحة نهائيا وليس لها أي أساس من الصحة، وبولندا مصرة على رأيها على أنها لن تسمح بمرور أحد من الحدود البيلاروسية إلى داخل بولندا. ونشر أيضا المتحدث باسم وزارة الخدمات الخاصة عبر تويتر، أكد فيه أنه تم إيصال معلومات للأشخاص الموجودين على الحدود على أنه بتاريخ 15/11 يعني بعد يومين أو أعتقد يوم غد في قوافل قادمة من ألمانيا لنقل الأشخاص من الحدود. لو هو أكد أن هذه المعلومات مغلوطة بالمطلق، لن يتم السماح بعبور أي شخص إلى الحدود. أيضا يوم أمس حصل تطور يعني خطير جدا فعليا،
قوى قيام حرس الحدود البيلاروسي بتدمير جزء من الشريط الشائك الموجود مع الحدود مع بولندا، مع تسليط أضواء الكشافات في وجه حرس الحدود البولندي لمنعهم من رؤية ما يحدث في المنطقة أيضا، مع تجمع تقريبا يعني حسب التصريحات الرسمية مع وجود 1000 شخص من المهاجرين بانتظار فقط فتح هذه الثغرة ضمن الشريط الشائك ليتمكنوا من العبور، لكن حرس الحدود أحبط هذه المحاولة بحسب تصريحاتهم الرسمية، وتم إعادة ترميم الشريط الشائك. نرجع نأكد أن بولندا اليوم مصرة على أنه لن يتم السماح بالعبور مع الحشود العسكرية الكبيرة، يعني اليوم الحدود البولندية البيلاروسية تقريبا صارت منطقة عسكرية، طبعا ما تم إعلان هذا الشيء، لكن مع يعني اليوم في عندي حرس حدود، في عندي الجيش البولندي، في عندي قوات الدفاع الإقليمية، في عندي الشرطة أيضا، مجموعة كبيرة من الأشخاص أو حشد كبير من قوات الأمن والجيش موجودة بهذه المنطقة لضمان عدم مرور هدول الأشخاص إلى أوروبا. يعني وسيم، حتى من التطورات الخطيرة امبارح إنه وقت بتتابع التقارير البيلاروسية والصادرة عن بيلاروسيا، كان في حكي عم يقولوا حتى البولندية إنه ممكن السلطات البيلاروسية تعطي نوع من الأسلحة لهدول اللاجئين على الحدود. يعني صحيح. هذا الموضوع نحن كصحفيين وكإعلام لازم نركز عليه، على الأقل العالم تستفيد من هذا الموضوع، فشو تعقيبك على هي القصة؟ صحيح، هو حصل حالات، يعني في البداية تمت التقارير كانت على أنه حرس الحدود البيلاروسي زود الأشخاص الموجودين في المناطق الحدودية بأدوات حادة لقطع الشريط الشائك والعبور من خلاله، بعدها تم تزويدهم برزاز رشاشات رزاز الفلفل وحتى قنابل دخانية يعني لاستخدامها ضد حرس الحدود البولندي، وقبل يومين أو 3 أيام تقريبا وزارة الدفاع حذرت من وجود معلومات لديها وتخوفات ايضا من انه حرس الحدود البيلاروسي قد يقوم فعلا بتزويد هؤلاء الاشخاص. الوزاره بشكل وايضا من الاشياء التي قامت فيها وزاره الدفاع او الحكومه البولنديه بشكل عام، هي تقوم بشكل دوري بارسال رسائل نصيه لاي شخص موجود ضمن المناطق الحدوديه، تصل لجميع الهواتف، لكن هي موجهه اي شخص بيدخل بعمق 3 كيلومتر، وايضا ضمن المناطق يعني مسافه معينه ضمن المناطق البيلاروسيه بتحذر من هي الاشياء، عم تحذرهم من موضوع انه استغلالهم من قبل حرس الحدود، والتأكيد أيضا على موقف بولندا كما ذكرت سابقا أنه لا يوجد أي يعني لا يوجد أي استثناءات لعبور أي شخص، ويعني وطالبت هدول الأشخاص بعدم السماح لبيلاروسيا باستخدامهم كأداة سياسية. فبشكل يومي عم تحاول الحكومة البولندية أن توصل معلومات لهدول الأشخاص، لكن نرجع نقول الجانب الآخر الجانب البيلاروسي عم يقدم كمان معلومات من ناحيته لحتى يحشد أكبر عدد ممكن من الأشخاص. يعني نحن اليوم عم نتحدث عن تقريبا 5000 شخص موجودين ضمن المخيمات، وفي معلومات عن أنه في بين 10 إلى 15 ألف شخص موجودين في مينسك بانتظار التحرك. أيضا من الخطوات اللي تمت يوم أمس هو إعلان الحكومة البيلاروسية عن بداية إنشاء مخيمات ثابتة، يعني حاليا ثابتة كانت المخيمات عم تكون مؤقتة عم يتم بناء من قبل الأشخاص الموجودين على الحدود، لكن الخطوة الحالية هي التوجه إلى بناء مخيمات ثابتة بتمكن هدول الأشخاص من البقاء في هذه المنطقة لفترة طويلة. طب يعني وسيم، يعني كنا عم نحكي سابقا أنه أصلا بيلاروسيا ما عندها هي الإمكانات لحتى تستوعب هذا العدد من اللاجئين، بالإضافة لسوء الوضع الاقتصادي وحتى سوء الوضع السياسي في بيلاروسيا. هاي المخيمات من اطلاعك كصحفي متابع، يعني شو ممكن يكون مصيرها إذا كانت مخيمات ثابتة؟ كيف حتكون الأوضاع فيها؟ يا ترى مثل اليونان ولا مثل تركيا ولا أسوأ حتى ممكن تكون؟ بصراحة حتى اللحظة ما بدأ حتى العمل ببناء هذه المخيمات، لكن الهدف الأساسي الواضح يعني من السياسة البيلاروسية منذ بداية الأزمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي هي رغبتها بإطالة مدة هذه الأزمة قدر الإمكان لإبقاء الضغط قائم إلى حين الوصول إلى لحظة تفاوض. لكن على الناحية الأخرى أيضا كمان يعني بولندا ودول شرق أوروبا خصوصا مع بدعم من الاتحاد الأوروبي بشكل عام تعمل على الحد من وصول الأشخاص إلى بيلاروس. فتم التواصل مثلا من فترة قريبة جدا كان ملك الأردن في زيارة إلى بولندا، قبلها تم التواصل مع تركيا أيضا، العراق أغلقت قنصليتين لبيلاروسيا في العراق للحد أيضا من دول الأشخاص. لكن أيضا التحليلات السياسية تقول أن بيلاروسيا أيضا طبعا مثل ما حكينا هدول الدول أغلقت قنصليات وأوقفت الرحلات المباشرة إلى مينسك إلى عاصمة بيلاروسيا، لكن التحليلات السياسية أو التحليلات الأشخاص المتابعين من داخل بولندا وبعض الشخصيات الرسمية أشارت إلى أن بيلاروسيا بدأت تستشعر بالخطر أيضا من أن الأشخاص الذين يصلون حاليا إلى بيلاروسيا سوف يبقون في بيلاروسيا، وبيلاروسيا كما ذكرت حضرتك غير مجهزة لاستقبال هؤلاء الأشخاص. تم التوافق نوعا ما
إرضاء الاتحاد الأوروبي من ناحية، وعدم ممانعة بيلاروسيا من الناحية الأخرى لإيقاف تدفق الأشخاص الراغبين في عبور الحدود بشكل غير رسمي. كما ذكرنا، بيلاروسيا غير مؤهلة وغير جاهزة نهائيا لاستقبال أي لاجئين موجودين على أراضيها. يعني مثل ما كنت عم تقول لي حضرتك انه تقريبا في 10,000 موجودين بالعاصمه البيلاروسيه، كان العدد الاكبر منهم حسب تصريحات صحفيه من دمشق والعراق ودول اخرى، لكن دمشق كانت طيران اجنحه الشام عم تنقل اعداد كبيره وبشكل يومي للعاصمه البيلاروسيه، ومبارح اعلنت تعليق هذه الرحلات بالاضافه للي ذكرته حضرتك مثل تركيا ومثل العراق. لكن هل هناك طرق اخرى لحتى توصل الناس من غير دول ممكن روسيا مثلا لا إلى بيلاروسيا، ولا خلص يعني العدد الموجود ما عاد يزيد أكثر من هيك ببيلاروسيا؟ بالحقيقة يوم أمس كنت بمتابعة للمجموعات الموجودة للأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى بيلاروسيا على الفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر تطورات بعد إعلان أجنحة الشام وقف الرحلات، وفعلا التوجه حاليا إلى روسيا. لكن طبعا الموضوع متعلق حاليا بروسيا، هل روسيا ستقوم بتسهيل وصول هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها ومنها انتقالهم إلى بيلاروسيا أم لا؟ على الأغلب خلال اليومين القادمين ستكون الصورة أوضح. وأيضا يعني اليوم في عدد من الدول أوقفت رحلات الطيران فعلا، لكن يبقى في 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 بدائل أخرى، خلينا نقول يعني عبر الطيران إلى دولة مثلا ثالثة. أخرى منها إلى بيلاروسيا. فوقف حركة الانتقال إلى بيلاروسيا بشكل كامل مستحيل تقريبا. لكن كما ذكرت يعني بولندا مع دول شرق أوروبا عملت مجموعة كبيرة من التواصل، يعني كان في التواصل مع مجموعة كبيرة من الدول لمحاولة الحد أو التقليل من وصول هؤلاء الأشخاص. أيضا النقطة الثانية اللي لابد من الإشارة إلى، كما ذكرنا حاليا إن إحنا بداية الشتاء لسه ودرجة الحرارة انخفضت إلى ما دون الصفر في ساعات الليل. فخلال الشهر القادم وبالذات شهر واحد اثنين من كل سنة درجة الحرارة بتوصل إلى ما يصل إلى تحت 25 درجة مئوية، فتحت الصفر ب 25 درجة مئوية. فبولندا متوقعة أنه خلال الشهر القادم أيضا رح تنحسر موجة حركة الأشخاص الراغبين بعبور الحدود، إلا كما ذكرنا إذا قامت بيلاروسيا فعلا بتهيئ مخيمات مؤهلة لاستقبال هؤلاء الأشخاص ضمن فصل الشتاء. لأنه النقطة الثانية كمان بيلاروسيا منع عودة دول الأشخاص، يعني تماما يعني هي عم تخليهم عالقين بالمنطقة المحرمة إذا فينا نقول. صحيح تماما، هم لا يعني ما عندهم خيار العودة إلى مينسك ولا عندهم خيار أيضا الدخول إلى بولندا. يعني تخيل الأسبوع القادم رح يكون هو الحاسم يعني بموضوع هدول الأشخاص مصيرهم، ومثل ما ذكرنا للأسف مصيرهم مرتبط بتفاوض وبحل سياسي بين دول الاتحاد الأوروبي وبين بيلاروسيا اللي هي الواجهة وروسيا اللي هي اللاعب الأساسي يعني فيه. صحيح وسيم، وكانوا عم يقولوا كان في كتير تقارير عم تقول إنه نظام أسد كان يلعب دور كبير بالتعاون مع روسيا ولمساعدة بيلاروسيا، وخاصة بعد زيارة وفود بيلاروسية لدمشق بهذا الموضوع وبخلق هذه الأزمة وزج اللاجئين على الحدود وعادي ضحي فيهم إنه دروع بشرية. قدي عم يتردد هذا الحديث في الأروقة البولندية وأروقة الاتحاد الأوروبي وما ننسى ليتوانيا كمان. اسمحي لي قبل ما نقول يعني فضل. نحكي عن موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الموضوع، يعني هون في عنا مفارقة رحنا غريبة أساسا. يعني اليوم نظام أسد وروسيا كانت دائما عم تطلب بعودة اللاجئين إلى سوريا بحجة أنه في أمان والوضع رجع طبيعي يعني، وبنفس الوقت هم عم يسهلوا خروج الأشخاص الموجودين في مناطقهم. يعني اليوم السفر معظم الفيز أو القسم الأكبر من الفيز اللي عم تطلع لبيلاروسيا عم تطلع من سفارتهم بدمشق، وعم يتم تسهيل نقلهم عبر خطوط أجنحة الشام التابعة للنظام السوري إلى مينسك ومنها إلى الحدود. فيعني هي مفارقة كبيرة. مثل ما ذكرنا دول الاتحاد الأوروبي مجمع اليوم على تأييد دول شرق أوروبا بمواجهة هذه الأزمة، وبنفس الوقت قامت مثل ما ذكرنا كمان قامت بضغط سياسي كتير كبير أسمر نوعا ما مع الدول التي لديها علاقة معها. وبنفس الوقت يعني التحليلات كما ذكرنا بتقول أنه مينسك أو بيلاروسيا لم تمانع تعليق الرحلات لأنه شافت أن هدول الأشخاص اليوم ما عندهم أي طريق يعبروا وفي تخوف من بقائهم عندها، فتم يعني تم إرضاء الاتحاد الأوروبي من ناحية بدون وجود مشكلة مع أو بموافقة ضمنية من بيلاروسيا لإبقاء العدد الحالي الموجود
بالنسبة لهم هو كافي فقط لتسبيب أزمة على الحدود، لكن بدون ما يحصل في ضغط أو في مشكلة اليوم لاجئين موجودين في بيلاروس. ويبدو أنه دائما دائما الضحايا هن اللاجئين اللي ما لهم ذنب، وخاصة بعد ما ليتوانيا أعلنت أنه رح تبني جدار بطول 500 متر وارتفاع 3 متر على الحدود البيلاروسية. وبولندا أيضا تقوم حاليا، يعني السياج الشائك الموجود هو سياج مؤقت، لكن الحكومة تعاقدت مع شركات لبناء جدار عازل بارتفاع 3 أمتار أيضا.